متابعين عندما جاء الرومان إلى المكة وغزوا مكة. متى جاء الرومان يا شيخنا إلى مكة؟ ما جاءوا الفرنجة؟ نعم أخي المتصل العزيز، الفرنجة نعم لم يأتوا إلى مكة، إلى المدينة نعم، ولا حتى إلى المدينة، ما أتوا أبدا. متأكد؟ أكيد. يمكن جاءوا إلى جدة وبعدين قضوا عليهم في جدة. ما كان فيش جدة من قبل. إذن أكيد أنهم وصلوا إلى الرياض المعجرم. حتى إلى الرياض، ما سمعنا هذه الرواية أبدا. الدمام؟ طيب ما مشوا إلى الدمام، كانت هذه مدن مستحدثة. طيب يا أخي يمكن أنهم جاءوا إلى القصيم مثلا. ما وردت هذه الرواية؟ أنت أشعرف أمك بهذه الحاجات، أنا أعلم بهذا الشيء.